بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ويسر أمورنا وسائر أمور المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضاه وسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب التيمم، أو الجزء الأخير من كتاب التيمم، من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، من فقه السادة الشافعية. يقول: نقرأ الهامش أولا: ويتيمم لكل فريضة. نحن علمنا أن الوضوء الإنسان له أن يصلي بالوضوء الواحد إن كان ليس من أصحاب الأعذار أكثر من فريضة ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للفجر وصلى في مرة من المرات العشاء بوضوء الفجر، يعني توضأ وصلى الفجر واستمر على وضوئه حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فدل على جواز أن يصلي الإنسان بوضوء واحد ما لم ينتقد أكثر من فرض إن لم يكن من أصحاب الأعذار. أما إن كان من أصحاب الأعذار كانفلات ريح أو سلس بول أو استحاضة اللي هو دائم الحدث، فلا يصلي بهذا الوضوء إلا فرض واحد، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لأن أصبحت طهارة عذر. والتيمم أيضا طهارة عذر لفقدان الماء، إما حسي أو إما حكمي، فطالما طهارة عذر طهارة ضرورة فالضرورة تقدر بقدره. ولذا يتيمم بعد دخول الوقت بعد تحقق فقدان الماء، وإذا تيمم يصلي به فريضة واحدة وما شاء من النوافل. فإذا أراد أن يصلي فريضة أخرى يتيمم لفريضة أخرى، إذا أراد أن يصلي منذورة، لأن الصلاة المنذورة صارت فريضة بالنسبة له، هو الذي فرضها على نفسه، فكذلك يتيمم للمنذورة تيمم منفصل غير تيمم الفريضة. ولذا يقول: ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين، ولا بين طوافين فرض، ولا بين صلاة وطواف إن كانت الطواف أيضا واجب، كطواف عمرة، كطواف إفاضة، كطواف وداع على وجه عند الشافعية أنه واجب، فلا يجمع بين طواف وصلاة فريضة إذا كان الطواف مفروض. أما إن كان طواف تحية تطوع فله أن يجمعه مع صلاة الفريضة لأنه كصلاة التطوع. ولا بين جمعة وخطبتها، ولا بين جمعة صلاة الجمعة وخطبتها، يبقى يتيمم لخطبة الجمعة وينزل من على المنبر يتيمم لصلاة الجمعة. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، وكذلك إن فقدت الماء وطهرت من حيضتها فلا تمكن الحليل منها حتى تتيمم لتمكين الحليل منها، فإن أرادت أن تمكنه مرة أخرى تتيمم مرة أخرى لكل مرة لتمكين الحليل حتى يأتي الماء فتغتسل، وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، ولها أن تجمع بتيمم تمكين الحليل بينه وبين الصلاة، لها أن تتيمم لاستباحة فرض الصلاة وتيمم وتمكن الحليل بهذا التيمم بعد صلاة الفريضة، لأن تمكين الحليل يشبه الصلاة النافلة. وقوله: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. التيمم الواحد بقى له أن يصلي ما شاء من النوافل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة التيمم التي تعادل سنة الوضوء، يصلي ركعتي استخارة، ركعتي
قضاء حاجة، ركعتي سنة قبلية وركعتي سنة بعدية، أو 4 ركعات قبلية أو 4 ركعات بعدية، وكذا في صلاة التراويح له أن يصلي صلاة التراويح 20 ركعة يصليها بتيمم واحد، ركعتين ركعتين ركعتين، لأنها كلها سنة. ما لم ينذرها على نفسه، فإن نذرها على نفسه وجب عليه التيمم بين كل ركعتين. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض النسخ، يعني الجملة دي ساقطة من بعض النسخ. نقرأ الشرح اللي هو الحاشية. قوله ويتيمم لكل فريضة، أي من الصلاة والطواف وخطبة الجمعة. الصلاة الفريضة معروفة، الفرائض 5، والطواف الطواف الواجب اللي هو الفرض، لا يكون إلا إذا كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف منذور، نذر، نذر على نفسه أن يطوف. وخطبة الجمعة فقط، لأن التيمم طهارة ضعيفة فلا يقوى على أداء فريضتين، لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم يبيح فعل العبادة مع بقاء الحدث، يستبيح فعل العبادة مع بقاء الحدث، فلا يرفعه، ولذا هذا هو ضعفه، ضعفه أنه لا يرفع الحدث، بل يستبيح به فعل العبادة مع بقاء الحدث على بدنه. ولأن الوضوء كان واجبا لكل فرض ثم نسخ ذلك. الأصل أن الوضوء فرض لكل صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية تقول ذلك، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخره، أي أنك كلما قمت لصلاة الفريضة تغسل وتفعل فرائض الوضوء. فكان في أول الأمر الوضوء فرض لكل صلاة فريضة، ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تنسخ مفهوم القرآن وتخصص عموم القرآن، فلما نسخ الوضوء لكل فريضة بقي التيمم على الأصل يكون لكل فريضة، وبقي في التيمم. والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، الصبي كالبالغ في هذه المسألة. لأن ليه قال لك الصبي؟ لأن الصبي أصلا غير مكلف، فالصلاة التي يصليها ليست فرضا عليه لأن لم يبلغ إلى التكليف بعد، لكن يكلف كما يفعل البالغ، يكلف أنه يتيمم لكل فريضة كالبالغ. لكن لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصلي به الفرض، لأن صلاته في الأصل كانت نفل، صلاته في الأصل كانت نفل، وإنما جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيممه بين فرضين احتياطا للعبادة فقط. احنا قلنا للصبي يتيمم لكل فريضة احتياطا للعبادة، وإن كانت الفريضة في حقه نفل، إن كانت الفريضة في حقه نفل احتياطا للعبادة. فإن بلغ بعدما تيمم عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى ليصلي به الفرض. لأنه بلغ، لأنه بلغ، يعني تيمم فبلغ، عرف أنه بلغ بعلامة غير الاحتلام. أي علامة؟ وليكن هذه العلامة سن معين. لا، لأن كان ليس أهلا للنية التي تكون صالحة لاستباحة الصلاة، لأن وهو صبي نيته ضعيفة، نيته ضعيفة، ممكن يؤم الناس في الفريضة لكن مش بالتيمم، بتيممه له أن يؤم الناس، لكن احنا بنتكلم انه تغير حاله، صار بالغا، فصار مأمورا بنية جازمة، أصبح أهل لنية أخرى أقوى من النية الأولى، فعليه أن يعيد تيممه بعد بلوغه ليصلي الفريضة لأنها صارت مفروضة عليه، قبل ذلك كانت الفريضة في حقه نفل،
ونحن عندنا أن النافل له أن يؤم المفترض. فطالما النافل له أن يؤم المفترض يبقى بالتالي إمامة الصبي جائزة عندنا على قواعد مذهب، لأنه له أن يؤم الناس، والصلاة بالنسبة له نافلة وبالنسبة للناس فريضة. قوله ومنذورة أي لتعينها على النادر، فأشبهت المكتوبة. قال لله علي أن أصلي مع كل فرض 4 ركعات ما دمت حيا. قال على نفسه كده، نذر على نفسه أن يصلي لله 4 ركعات مع كل فرض، فصار واجبا عليه أن يصلي مع كل أذان 4 ركعات واجبة عليه غير الفرض الذي أوجبه الشارع. يبقى يتيمم لهذه المنذورة ويتيمم مرة أخرى للصلاة المفروضة الأصلية. فأشبهت المكتوبة، لأن المنذورة صارت متعينة عليه واجبة في حقه، فأشبهت المكتوبة، فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد. وعطفها على الفريضة من عطف الخاص على العام. يعني هو لما بيقول يتيمم لكل فريضة، خلاص تشمل بقى الفرائض الأصلية والفرائض التي نذرها، فهي تخش في عموم كلمة فريضة. لكن قال والمنذورة من باب عطف الخاص على العام، يعني وأخص بالذكر المنذورة حتى لا تنساه. يعني يريد كأنه بيقول أخص بالذكر المنذورة حتى لا تنساها ولا تظن أن الفرائض هي الخمسة فقط. فلو نذر على نفسه أن يصلي الوتر ما دام حيا، صار الوتر في حقه فرض، يبقى يجب عليه أن يتيمم له، وهكذا. لأنها من جملة الفريضة ما لم يرد الفريضة بالأصالة، وإلا كان من عطف المغاير. لو قال ويتيمم لكل فريضة أي فرضها الشارع، يبقى ما يقول والمنذورة يبقى من باب عطف المغاير، إذا كان قاصد بالفريضة التي فرضها الشارع. لكن لما يقول فريضة مطلقا كده ولا يقصد تقييدها بإضافة، يبقى معناها عامة يدخل فيها المنذورة. يبقى ما يقول والمنذورة يبقى من باب عطف الخاص على العام. فهمت ازاي؟ والمراد المنذورة من الصلاة ونحوها. يعني ايه ونحوها؟ اي مما يفتقر لطهارة، كمس مصحف وحمله وطواف تطوع. يعني نذر ألا يمس مصحف، إيه نحو الصلاة المفروضة في احتياجه للوضوء؟ إيه نحو الصلاة المفروضة اللي يشبهها في احتياجه للوضوء؟ مس المصحف. يبقى علشان يمس المصحف محتاج إنه، وكذلك حمله محتاج يتيمم، وكذلك طواف التطوع يفتقر للوضوء كافتقار الصلاة، يبقى يتيمم. بخلاف المنذورة من غيرها، من غير الصلاة. بخلاف المنذورة من غيرها، يعني من مما لا يحتاج لطهارة. إذا أراد أن يقرأ القرآن من غير مس مصحف له أن يقرأه بغير طهارة، لكن افترض أنه نذر ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة، فيتعين له أن يتيمم لقراءة القرآن. فهمت ازاي؟ له أن يحضر مجلس العلم على غير طهارة، لكن لو نذر على نفسه ألا يحضر مجلس العلم إلا على طهارة، صار يجب عليه أن يتيمم لحضور مجلس العلم. فهمت بقى ازاي؟ بخلاف المنذورة من غيرها، يعني من غير الصلاة، لأن منذور غيرها كنفله. لأن منذور غيرها يعني غير الصلاة كنفل الصلاة. ولو نذر التراويح، وعند التراويح في المذاهب الأربعة أقلها 20 ركعة، في المذاهب الأربعة أقلها 20 ركعة، وعند المالكية 36. بل الإمام مالك لما سئل عن التراويح قال رأيت الناس، ويقصد الناس هنا التابعين، لأن الإمام مالك تابع تابعي، قال رأيت الناس يصلونها 39. ده الإمام مالك بيشوف التابعين بيعملوا كده في المدينة،
يبقى التراويح أقل حاجة فيها 20، وما اسمهاش تراويح إلا لتعدد الترويحات، التراويح جمع ترويحة، لكن الناس اللي بيصلوها 4 ركعات وترويحة واحدة وأربع ركعات والوتر، يبقى دي صلاة الترويحة مش التراويح، لأنها ترويحة واحدة. لكن التراويح سميت تراويح لكثرة الترويحات، وأقلها 20 بالإجماع عند المذاهب الأربعة. على فكرة لم يقل أحد إنها 11 ركعة، واحد من المذاهب الأربعة لم يقل أبدا، ولا واحد. كل اللي قالوا كده ناس لم يبلغوا درجة الاجتهاد على مذهب أصلا، وللأسف الناس بقت تمشي وراهم ويصلوا التراويح 11 ركعة في معظم المساجد، وهذا مخالف لما عليه أمة المسلمين من لدن جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب على صلاة التراويح على إمام واحد ب 20 ركعة إلى يومنا هذا. لم يقل أحد من أئمة المسلمين إنها 8 ركعات و3 وتر أبدا، إلا في العصر بتاعنا، وخدوا حديث سيدتنا عائشة اللي هي بتوصف فيه قيام الليل، اللي بتوصف فيه قيام الليل على إنه هو التراويح، والتراويح دي عبادة خاصة برمضان، وقيام الليل دي عبادة مستمرة طول العام. ففهموا حديث ستنا عائشة على خلاف مراد سيدتنا عائشة. سيدتنا عائشة نفسها كانت صلاة التراويح تصلى في مسجد النبي وهي في حجراتها، وشايفة الناس بتصلي 20 ركعة في خلافة سيدنا أبو بكر، وخلافة سيدنا عثمان، وخلافة سيدنا علي بن أبي طالب، إلى أن توفيت سيدتنا عائشة ولم تنكر. اللي هي راوية الحديث نفسه اللي هي 11 ركعة اللي هم استدلوا بيه، دل على أن سيدتنا عائشة بتوصف حاجة تانية، غير اللي فهمه الناس في آخر الزمان. وعشان كده بيقول ولو نذر التراويح تيمم لها 10 تيممات لوجوب السلام فيها من كل ركعتين، وإن لم ينذره لأنها لم ترد إلا كذلك، لم ترد التراويح إلا ركعتين ركعتين. وعلشان كده عند الشافعية الأحناف قالوا ممكن التراويح تتصلى 4-4 مذهب الأحناف، لكن بقية المذاهب قالوا التراويح لا تجوز إلا 2-2 لأنها لم ترد غير ذلك. وعلى مذهبنا إذا نذر صلاة التراويح له يجب عليه أن يتيمم، وفقد الماء يجب عليه أن يتيمم لكل ركعتين 10 تيممات لوجوب السلام فيها من كل ركعتين، وإن لم ينذره لأنها لم ترد إلا كذلك، بخلاف ما لو نذر الوتر أو الضحى. لو نذر أن يصلي الوتر لله علي أن أوتر ما دمت حيا، قال كده، فصار الوتر في حقه فرض، فيتيمم ويصلي به ركعة، وله أن يتيمم ويصلي به 3 ركعات، وله أن يتيمم ويصلي 5 ركعات، لأنه نذر الوتر، والوتر أقل ركعة وأقصى 11 ركعة. فإذا نذر الوتر مطلقا فله أن يصلي به ما شاء من عدد الركعات من أول ركعة إلى 11 ركعة بتيمم واحد. طب ولو نذر الضحى، والضحى أقلها ركعتين وأقصاها عندنا 8 ركعات على الوجه الراجح، وعلى الوجه المرجوح عندنا أنها 12 ركعة، فيبقى له أن يصلي الضحى ركعتين بتيمم واحد إذا كان نذرها على نفسه، ولو أن يصليها 4 ركعات بتيمم واحد، ولو أن يصليها 6 ركعات بتيمم واحد، أو 8 ركعات بتيمم واحد، طالما لم يحدد عدد ركعات الضحى أو الوتر. ولكن لو نذر أن يوتر ب3 ركعات ما دام حيا ويفصل بينهما بتسليمة، لو نذر هكذا يبقى عليه أن يتيمم مرتين، مرتين للركعتين الأوليين ومرة ثانية للركعة المنفردة، وهكذا. بخلاف ما لو نذر الوتر أو الضحى فيكفي تيمم واحد، إلا إن نذر السلام من كل ركعتين فيتيمم لكل ركعتين. قوله فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد إلى آخره، تفريع على قوله ويتيمم لكل فريضة ومنظورة. قول بين صلاتي فرض بتيمم واحد وله أن يصلي الأصلية والمعادة بتيمم واحد، لأن المعادة نفل والفرض الأولى فقط. يعني أنت صليت الصلاة المفروضة عليك بمجرد سمعت الأذان، ثم أردت أن تصلي جماعة
هذه الفريضة مع إنسان جاء بعد ذلك، فأنت بتتصدق عليه لتستفيد أنت بالجماعة ويستفيد هو بالجماعة. هذه الصلاة التي تصليها معه نافلة في حقك، لأن الفرض تأدى بالأولى، فلك أن تجمع بينه وبين الصلاة الأصلية بتيمم واحد، لأن حكم الصلاة الثانية المعادة دي نافلة، فلك أن تجمع بينه. فهمت الصورة؟ ويجوز يم، لأن يجوز أن النافل يأم المفترض على القاعدة عندنا. طالما في مكان يعني يباح له التيمم، يعني في مكان يستبيح له التيمم او في حالة يبيح له التيمم، له ان يصلي اماما بالناس ان كان يتوفر فيه شروط الامامة. لا، يعني هو صلى صلاة الظهر بمجرد سماع الاذان في بيته، ثم انصرف وذهب إلى المسجد وجدهم يصلون الجماعة فنوى معهم. هذه الصلاة التي صلاها مع الجماعة يأخذ بها ثواب الجماعة ونافلة، والفريضة تأدت بالأولى. واضح؟ له أن يؤم كذلك، ولكن تبقى في حقه نافلة برضه. أي ما هو يجوز، يجوز إمامة المفترض بالنافل والنافل بالمفترض. طالما صلاة لها صورة الصلاة المعتادة اللي هي صلاة ذات ركوع وسجود، مش صلاة الجنازة، ما يصليش ورا صلاة الجنازة صلاة معتادة، لأن ما فيهاش ركوع ولا سجود، خدت بالك؟ لكن له أن يصلي إيه خلف صلاة الاستسقاء، الخسوف والكسوف، إن كان يصليها بركوعان فلا يصلي فيها الفريضة. لو كان بيصليها بركوع واحد، لأن ليها صورتين، عندنا تجوز بالصورتين، فإن كان الإمام هيصلي صلاة الكسوف والخسوف بركوع واحد وقيام واحد، له أن يصلي خلف الفريضة. سهلة يعني. طب هو يريد أن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي الظهر، والصبح ركعتين والظهر أربعة، فينوي خلفه الصبح ركعتين، وعند التشهد الأوسط يفضل قاعد ينتظره، ما يقومش بقى معاه، هو هينوي الصبح ركعتين وهيصلي مع ورا الإمام، الإمام يجي يقرأ التشهد الأوسط، يبقى بالنسبة لك التشهد الأخير، وبعدين أنت مخير بعد ذلك أن تسلم وتنوي المفارقة، أو أنك تنتظره جالسا تدعو وتنشغل بأي ذكر حتى ينتهي هو من الركعتين الثالثة والرابعة، وتنصرف معه في الركعة الرابعة وأنت على حالك جالس. الاثنين الصورتين صح. الذي يصلي صلاة مقصورة، يعني رباعية صارت في حقه اثنتان، وصلى خلف مقيم يجب عليه الإتمام، ولو أدرك خلف المقيم لحظة قبل التسليم يتم، ولو أدرك مع المتم المقيم ولو لحظة، يعني أدركه في التشهد الأخير ما يقومش بقى يقول كويس كده أنا هجيب بقى ركعتين مصلحة، لا، له أن يتم، لأن إحنا قلنا القاعدة في الموضوع ده، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب حكم الحضر، فهنا اجتمع في هذه الصلاة مقيم ومسافر، فيغلب حكم المقيم لإمامته، لإمامته. طب لكن لو الإمام هو الذي يقصر والذي خلفه متم، يبقى لا ينصرف معه، يصلي الإمام ركعتين وينصرف، والمتم خلفه اللي هو المقيم يتم ويقوم كأنه مسبوق. طبعا طبعا، لو جمع صلاتين في سفر بتيمم يجب عليه أن يتيمم للأولى ثم يتيمم للثانية،
لأنه لا يجوز أن يصلي فردين بتيمم واحد، حتى لو الوقت ما دخلش هنا للعذر السفر، لعذر السفر. ايوه هتبني على الاقل اولا، تبني على الاقل اولا وبعدين تبقى تسجد للسهو في الاخر. هل تسجد للسهو قبل التسليم ام بعد التسليم؟ عند الشافعيه قبل التسليم مطلقا، قبل التسليم مطلقا بلا اعاده تشهد. واضح؟ ده عند الشافعيه. عند الأحناف بعد التسليم مطلقا. وهل في تشهد تاني أم لا؟ وجهان، والراجح بلا تشهد. سهل؟ لكن إحنا شافعية بننصحك بمذهب الشافعية عشان إحنا شافعية بس. لكن لو قعدت مع شيخ حنفي هيقول لك بعد التسليم وخلاص، سهل. ليه بقى؟ أنت مهم تعرف على المذاهب كلها حتى لو أنت مذهبك شافعي، علشان أنت بتصلي في مساجد مختلفة، فإذا وجدت إمام بيعمل حاجة صحيحة على مذهب ما تعترضش، عشان تبقى عندك يعني إدراكك واسع تتحمل خلاف المذاهب كلها. وله أن يصلي الأصلية والمعادة بتيمم واحد، لأن المعادة نفل. أنا اتيممت لصلاة الفريضة فبطلت صلاة الفريضة دي، لأني مثلا أدركت أن على أن عورتي كانت جزء منها ظاهر في أثناء الصلاة. واحد نبهني إن كلما أركع هكذا ينحسر الثوب من على ظهري فيظهر جزء من العور. نبهني فأدركت بهذا أن هذه الصلاة التي صليتها باطلة، يبقى أعيد الصلاة تاني بعدما أغطي عورتي بنفس التيمم، لأن لسه التيمم أنا ما أديتش بيه فريضة صحيحة، لسه ما أديتش بيه فريضة صحيحة، لأن الفريضة دي طلعت باطلة. فهمت إزاي؟ شحم لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند المحدثين وليس عند الفقهاء. عند المحدثين كالإمام البخاري والإمام النووي قال يستحب الوضوء من لحم الإبل خروجا من خلاف من قال أنه ينقض، لكن إذا سألت فقيه كالإمام الشافعي يقول لك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واضح؟ وكذلك الإمام مالك، لو رحت تسأله يا إمام مالك أكل لحم الإبل ينقض؟ يقول لك لا، ولم يعد من نواقض الوضوء على المذاهب الأربعة. واضح؟ إلا في قول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة قالوا أنه هو ينقض، والقول الثاني كباقي المذاهب. سهلة؟ احنا ننصح بانك تتوضأ من لحم الابل خروجا من خلاف من اوجب، لان احنا عندنا قاعدة كما تعلمناها من مشايخنا، الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. فانت لما تخرج من الخلاف وتبقى صلاتك صحيحة على كل المذاهب تبقى احلى، مش كده برضه؟ تبقى احلى. لكن الخلاف ده لما تبقى تعرفه يهمك امتى؟ لما يبقى الماء قليل وانا متوضئ وبعدين اكلت لحم ابل ومفيش ميه، يبقى مش واجب علي ان انا اقوم اتيمم. انا ممكن اصلي بقى صلاه الفريضه بنفس الوضوء ده بقى خلاص، لانه لا ينقل الوضوء بالاجماع. فهمت ازاي؟ فيفيدني في الحالات اللي زي دي. لكن انا الوقت متسع، او يفيدني اذا ضاق الوقت، انا متوضئ واكلت لحم ابل وفاضل خلاص 5 دقائق ويؤذن الصلاه التي تليها وانا لم اصلي بعد، فلو رحت اتوضيت ورجعت الوقت اللي هيستغرقه الوضوء ده هلاقي الاذان هيضيع مني الفرض، يبقى ساعتها لا اصلي بقى. خدت بالك؟ ادي ميزه انك انت تبقى عارف امتى استعمل الخلاف وامتى ما استعملوش، بس هي دي الميزه. طبعا ومرقته، لو شربت المرق او الشوربه بتاعته خلاص على المذهب اللي قالوا ان ينقل الوضوء، على المذهب يعني. والفرض الاولى وان يصلي الجمعه والظهر بعدها بتيمم واحد. عند الشافعيه
صلاة الجمعة لا تسقط فرض الظهر. مذهب الشافعية كده، صلاة الجمعة غير مسقطة لفرض الظهر عند الشافعية. عشان كده كان زمان في بعض المساجد اللي فيها شافعية كانوا بعد ما يخلصوا الجمعة يسلموا ويقيموا الصلاة والناس على زي ما واقفين، يقول لهم استقيموا يرحمكم الله، ويروحوا صلين الظهر 4 ركعات. طبعا لو عملنا كده دلوقتي الناس تزعل. كان الناس زمان علماء كانوا يتحملوا الخلاف، اما يلاقوا واحد كده بيعمل كده يقول لك معلش شافعيه سيبوهم، ويبقى هو حنفي مثلا يقول لك معلش شافعيه ما يتخانقش معاهم ولا حاجه، ويبقى هو حنبلي ما يتخانقش معاهم ولا حاجه، ما يجراش مشاكل. لكن الشافعيه دلوقتي بقوا يعملوها في السر. لكن طب افرض بقى هو بيتيمم علشان يصلي الجمعه، طب له ان يصلي الظهر بنفس هذا التيمم ولا يعيد التيمم تاني؟ احنا نقول له لا ما تعيدش التيمم تاني، لان اللازم في حقك احدهما، انت اللازم في حقك واحده من الاثنين ما تعرفش هو الظهر ولا الجمعه، فانت لا تدرك هذه الجمعه مسقطه للظهر ام غير مسقطه للظهر، لا تدرك، لان عندنا الظهر يسقط بالجمعه للمسجد الذي صلى بتكبيرة الإحرام، أول مسجد كبر بتكبيرة الإحرام في القرية هي اللي انعقدت له جمعة. طب وأنت لا تدرك، هل أنت فعلا يعني المسجد بتاعك هو اللي أدرك ولا لا تدرك؟ فكل المساجد لا تعلم، فبيصلوا كلهم احتياطا الظهر، ولأنك لا تدرك أنها أسقطت الفرض، فيبقى أنت اللازم لك أحدهما، فيبقى واحدة فرض والتانية بالنسبة لك نافلة، واحدة فرض والتانية بالنسبة لك نافلة، وبالتالي يبقى هتك في تيمم واحد. فهمت؟ ما هو الجمعة ده فرض خاص بيوم الجمعة بس. ما هو هل يسقط الظهر أم لا؟ أصل هي ما اسمهاش ظهر. هي الجمعة اسمها ظهر؟ اسمها جمعة. وإحنا مفروض علينا ظهر كمان، صح؟ مش إحنا علينا في صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ كده برضه؟ ما هو قالوا كده، قالوا ان الجمعة كانت تسقط الظهر في عصر النبي، لان كانوا بيصلوا في مسجد واحد غير متعدد المساجد، كانت جميع مساجد المدينة تغلق وكله يروح يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، وظل الحال على ذلك في الخلفاء الأربعة، كانش في مسجدين في المدينة يصلى فيهم جمعة ولا مسجدين في مكة يصلى فيهم جمعة أبدا. كويس؟ تعددت الجمعة بعد كده بعد عصر الخلفاء الأربعة، فلما تعددت الجمعة في القرية الواحدة نشأ خلاف بين المذاهب بقى، هل لما تتعدد الجمعة في القرية الواحدة يبقى كله مسقط للظهر ولا غير مسقط؟ الأحناف قالوا مسقط، وكذلك الحنابلة. المالكية قالوا لا غير مسقطة للظهر، والجمعة تكون للمسجد القديم والباقي كله يصلي ظهر. ده المالكية. خليني اخلص الحتة دي يا استاذ، مش انت دخلت في شغلانة، اخلص الشغلة دي عشان بس معلومة تعرفها بقى في ذهنك. الملكية قالوا ان الجمعة تنعقد في المسجد القديم، يبقى في مصر تنعقد في مسجد عمرو بن العاص، لان هو ده اقدم مسجد في مصر. طيب وبقية المساجد اللي بيصلي في الازهر واللي بيصلي في مسجد سيدنا الحسين واللي بيصلي هنا في المقطم واللي بيصلي في اي حتة في مصر يعمل ايه؟ يصلي برضه كل حاجه، لكن يقوم يجيب ظهر. يقوم يجيب ظهر برضه عند الملكيه كده. الشافعيه قالوا لا، الجمعه مش بتنعقد في المسجد القديم، ده بتنعقد بأول مسجد ينوي تكبيره ايه؟ الإحرام للجمعه. هو ده اللي لقطها. بس. فهمت ازاي؟ لأن يبقى ده أول واحد صلى جمعه في البلد، فهو ده اللي أسقط عن نفسه الظهر. ان هم قالوا ان الجمعة لا تسقط الا في مسجد واحد في القرية. استنى بس، ابدا لا استنى بس، استنى بس، راح تخديش هدوك بالراحة، اديني فرصة بقى، انا عرفت سؤالك. احنا قلنا ان القرية لا يسقط الجمعة الا في مسجد واحد، في مسجد واحد، لان كانوا في القرية يصلوا في مسجد واحد، صح؟ طيب طالما في مسجد واحد يبقى متى تنعقد صلاة الجمعة؟ بتكبيرة الإحرام، مش كده برضه؟ فالشافعية قال لك بمجرد تكبيرة الإحرام تتم في أحد المساجد في هذه القرية يبقى انعقدت جمعته، فطالما انعقدت جمعته سقط عنه الظهر.
شفت دليل الشافعية قوي ازاي؟ حلو ازاي؟ ايه رأيك؟ ها؟ لا، تكبيرة الإحرام. ما هو مش هيسابق، ما حد، الشافعية ما قالوش سابق برضه. الشافعية ما قالوش سابق، لكن هم بيفترضوها كده. يقول لك إن الجمعة تسقط الظهر في مسجد واحد في القرية المتعددة المساجد. فمتى تسقط الظهر؟ تسقط الظهر لأول مسجد صلى الجمعة في هذه القرية كلها. كويس؟ أول مسجد هيصليها إزاي؟ تنعقد له بتكبيرة الإحرام. طيب وإحنا ما نعرفش أنهي مسجد، يبقى كل المساجد في القرية تعيد الظهر. صلي الظهر بعد الجمعة. واخد بالك؟ يبقى اللي هيعيد الظهر هيعيده احتياطًا علشان يدرك أحد الفرضين. سهل، ده رأي الشافعي. المالكية قالوا لا، المسجد القديم، كلام المالكية، القديم في المدينة قباء، مبني قبل مسجد النبي. ايه رأيك؟ يبقى مين اللي أقوى؟ الشافعي. شفت بقى الشافعي أقوى ولا لا؟ لأن القديم في المدينة كان قباء، فالمالكية قالوا القديم، المسجد القديم. طب ما مسجد النبي ما كانش قديم، ده قباء قبله، صح ولا لا؟ يبقى لما تدي فرصة للشافعية اديهم فرصة، عشان الشافعية مش سهلين. أصل الإمام الشافعي شيخ الإمام مالك، يعني عدى عليه دليل الإمام مالك، يعني عدى عليه دليل الإمام مالك، ليه ما بلعوش؟ ما أنت، ما هو لازم تعرف الإمام الشافعي كان ذكي وكان فقيه وكان منور وكان عنده بصيرة، فهمت إزاي؟ وكان شيخ الإمام مالك، عدى عليه فقهه وعدى عليه فقه الإمام أبو حنيفة. ليه انفرد؟ أكيد عنده بقى دليل انعقد في قلبه بعد النظر في أدلة هؤلاء جميعا إن الأمر على غير هذا، فهمت بقى المسألة؟ فالحكاية يعني إيه؟ هم قالوا كده. لا، مين قال؟ مين قال؟ لا، هي الجمعة بتنعقد بإنك أنت تصلي الركعتين، يعني لو لم تحضر الخطبة، لو لم تحضر الخطبة وصليت مع الإمام أحد الركعات، انعقدت جمعة ولا ما انعقدتش؟ لكن انعقدت جمعة، واخد بالك، وما فاتتك الخطبة خالص، يبقى بتنعقد بالصلاة، صح ولا لا؟ تنعقد بالصلاة بس. عند ناس كتير، لأن الخطباء بقوا مملين والناس زهقوا من الكلام، لأن كمان الناس بقى إحساسها باللغة العربية مش حلو، ضعيف إحساسها باللغة بقى ضعيف، فيقعد حتى يسمع كده، يجي الخطيب يقول بيت شعر ولا يقول حاجة ينام، مع إن كان زمان الناس تسمع الحاجات دي تنسجم، لأن إحساسهم مرهق باللغة. فإحنا عايزين بقى نعيد الحس اللغوي تاني مرة أخرى. لكن الخطيب اللي بيتكلم بقى ويتشنج على المنبر ويدبدب ويكفر الناس كلها وبتاع، تلاقي الجامع زحمة. ليه؟ لأن الناس عايزة تسمع شتيم، تحب تسمع شتايم، طبيعة الناس، لأن الشتيمة مفهومة. ها؟ لا، ما قالوش المسجد الخمس. ما تعددتش المساجد الجمعة في المساجد في المدينة إلا بعد الخلفاء الأربعة. ظل الحال على ما هو عليه، كل المساجد تقفل ويروح يصلوا في مسجد النبي. وصل الحال في مكة في عصر الخلفاء الأربعة، كل المساجد تقفل ويصلوا عند الكعبة. كويس؟ اتسعت بقى العمران وكبرت المدن وأصبحت المسألة مش بالصورة دي. فجد جديد، وهو إن الناس بقت تصلي في مساجد متقاربة في المدينة الواحدة، زي الوضع الحالي ده. فهذا الوضع ما كانش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتاج فقه جديد، نظرة جديدة للفقيه. هل كده تنعقد صلاة الجمعة ولا ما تنعقدش؟ الأحناف قالوا تنعقد، لأن ما عندناش دليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لازم تبقى في مسجد واحد في القرية. ده رأي الأحناف، ما يجراش حاجة، امشي عليه، ما يجراش حاجة، رأي حلو وجيه. كويس؟ وده اللي اشتهر عند الناس. والحنابلة ذهبوا كالأحناف، لأنهم الاثنين عراقيين قاعدين مع بعض، الإمام أحمد بن حنبل في العراق والإمام أبو حنيفة في العراق، وقاعدين مع بعض في بغداد، والاثنين متأثرين بفقه بعض في المسألة دي، سهل. كويس؟ الإمام الشافعي نظر إليها بفقه مختلف، راح العراق وسمع كلام الإمام أبو حنيفة ما عجبوش، ما خدش بيه،
فقه وقواعد مذهبه ما مشيتش معاه الحته دي، واخد بالك؟ مشيت معاك حاجه تانيه، لانه مجتهد، والمجتهد ليس ملزما باجتهاد غيره، لانه عنده قواعد في ذهنه انعقدت، وبناء على هذه القواعد اللي في ذهنه بيبتدي يطلع الفروع. فهمت ازاي؟ بس فهو مش ملزم. واحنا قايلين ان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد غيره، كل واحد ملزم باجتهاد نفسه. فهي مساله خلافيه، انت عايز تستوعبها استوعبها، مش عايز تستوعبها الحكايه واسعه، لكن انا بقول لك ان المذاهب كده. فالخلاصه الشافعي اللي بيقول لك لازم يتيمم لكل فريضه، هيعمل ايه بقى اللي بيصلي جمعه ويصلي وراها ظهر؟ قال لك يكفي تيمم واحد، لان اللازم في حقه فرض واحد غير متعين. فهمت ازاي؟ فرض واحد غير متعين. يا اما الجمعه صارت في حقه نفل وانعقد الفرض ايه في الظهر لتاخر الامام في تكبيره الاحرام، يا اما انعقدت الجمعه له لتبكير الامام في تكبيره الاحرام، ويبقى الفرض في حقه الجمعه، ويبقى بالنسبه له الظهر احتياطا نافله. فهمت ازاي؟ وبالتالي في الحالتين يكفي تيمم واحد. ادي هي المساله عند الشافعي كده. ولو تيمم للفرض واحرم به ثم بطل، بطل الفرض زي ما اديت لك المثال، فالوجه جواز إعادة ذلك الفرض بالتيمم الأول، لأنه لم يؤدي به الفرض، خلافا لما نقل عن بعض شراح الحاوي، ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلمها ولم يعلم عينها. أنا نسيت فرض في يوم من الأيام، ولكن أنا مش عارف أني فرض، ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، مش عارف، لا أعرفه عين الفرض الذي فاتني، لكن أنا متيقن إن أنا فاتني فرض في يوم معين. إيه هو الفرض اللي أنا مش عارفه؟ ظهر ولا عصر؟ أتيمم تيمم واحد وأصلي الخمسة بتيمم واحد، لأن هيسقط الفرض واحد بالتيمم ده والباقي كله نفل. سهلة؟ يبقى دي صورة تانية، إنك بتصلي عدة فرائض بتيمم واحد. إذا نسيت فرض في إحدى الخمسة ولم تعينه، يجب عليك صلاة الخمس، واخد بالك ازاي؟ ويتأتى الفرد بتيمم، يتأتى الفرد بتيمم واحد والباقي نفل. ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفالهن تيمم واحد، لأن الفرد واحد وما سواه وسيلة له. طب وما سواه كان وسيلة لتيقن ان انا اديت الفرض اللي علي، انا ليه بصلي الفرائض الخمسه؟ لان ما قداميش وسيله اتيقن ان انا صليت الفرض اللي علي وانا ناسي عينه الا لما اصلي الخمسه. فدي وسيله وليست غايه. واضح؟ ولا يجمع بين طوافين اي فرضين، ولو قال ولا بين طوافي فرض نذير ما قبله لكان اولى. وقوله ولا بين صلاة وطواف أي فرضين، ما لا بين صلاة فريضة وطواف فريضة. ومن تيمم لفرض الطواف ولم يطف به لم يؤدي له أن يؤدي به فرض الصلاة، وبالعكس. صح؟ يعني تيمم لأداء طواف العمرة أو طواف الركن اللي هو في الحج، فوجد المطاف زحمة، فقال لا انا مش هطوف الوقت ده، زحمه، هاجي بالليل، هاجي متاخر، هاجله يومين. وبعدين لقى الاذان اذن ودخل ايه؟ لا مش الاذان، كان الاذان اذن اصلا، لانه لو اذن لسه الوقت ما ينفعش يصلي الفريضه بعد دخول الوقت. وكان هو في الوقت ده لم يصلي احد الفرائض عليه، الذي دخل وقته له ان يصلي بهذا التيمم اللي تيمم به لفرض الطواف هذه الفريضه. سهله دي؟ طيب، لان احنا قلنا الطواف صلاه، له نفس احكامه، يبقى تيممه كانه تيمم للصلاه بالظبط ان كان فرضا، لكن لو كان تيمم نافله ما ينفعش يصلي الصلاه بتيمم لطواف نافله، صلاه فريضه، لكن له ان يصلي صلاه النافله بهذا التيمم. ما هو طواف العمره فرض، وطواف الحج اللي هو الركن، طواف الركن او طواف الافاضه فرض برضه من اركان الحج. بس لو هو لو ان يصلي تيمم
وطواف الوداع على وجه عندنا، مش كده برضو؟ وطواف المنظور لو نذر طوافا لله علي أن أطوف بالبيت، فصار في حقه هذا الطواف فرض برضو، واخد بالك؟ ولا بين جمعة وخطبتها، ما يجمعش بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد، أي لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية لكنها قائمة مقام ركعتين على ما قيل، والراجح لا يقطع النظر عن الضعيف، والراجح يعني الراجح عندنا إن الجمعة مش مفتقرة لتنعقد للخطبة، ده الراجح عندنا، لكن في وجه مرجوح إن الخطبتين مقام ركعتين، ده وجه مرجوح، فيقول لك إن الراجح لا يقطع النظر عن المرجوح، وبناء عليه لأن التيمم طهارة ضعيفة يبقى يتيمم للاتنين، فهمت إزاي؟ فالتحقت بفرائض الأعيان اللي هي الخطبتين، فلو تيمم للخطبة ولم يخطب، افرض أنا تيممت عشان أطلع هخطب النهاردة، قالوا لي تعالى أنت في مسجد حراء النهاردة هتيجي تخطب الجمعة، وكانت المية مقطوعة في كل المقطم وما بتتباعش وما فيش مية، فتيمم وجيت علشان أخطب فتأخرت شوية، جيت لقيتهم طلعوا واحد مكان، خلاص أقعد أنا أسمع الخطبة وأقوم أصلي بنفس التيمم ده، يبقى التيمم مرتين للخطبة والفريضة للإمام بس، للإمام بس مش للي بيسمع، فهم؟ فلو تيمم للخطبة ولم يخطب فله أن يصلي به الجمعة كما قاله الرملي وخالفه ابن حجر، ابن حجر الهيتمي مش ابن حجر العسقلاني، الرملي هو كتبها الرمل، كما قاله الرملي وخالفه ابن حجر اللي هو الهيتمي كشيخ الإسلام اللي هو زكريا الأنصاري مش ابن تيمية، ابن تيمية حنبلي واحنا بنقرأ كتب شافعية، خدت بالك؟ يبقى شيخ الإسلام هنا زكريا الأنصاري، فقال كل منهما لا يصلي به، يبقى شيخ الإسلام سيدنا زكريا الأنصاري والإمام ابن حجر الهيتمي قال لا، طالما تيمم للخطبة ولم يخطب يتيمم للصلاة، لكن الإمام الرملي قال لا، له أن يصلي به. ليه شيخ الإسلام قال ما ينفعش؟ قال لأن الخطبة دون الصلاة فيبقى نيتها ضعيفة فيحتاج يتيمم بنية أقوى عشان يصلي، ده رأيهم، لأنها دون الصلاة وإنما جمع بين الخطبتين الأولى والثانية المسمى بالنعت بتيمم، الخطبة الثانية في الجمعة يسموها النعت لأن بيبقى فيها دعاء وفيها ثناء، كلها بتبقى دعاء وثناء بتيمم، مع أنهما فرضان لأنهما كالفرض الواحد لتلازمهما. طيب ولو خطب بمحل ولم يصلي به ثم انتقل لمحل آخر فليس له أن يخطب بالتيمم الأول على التحقيق كما تقدم، يعني أنا جيت خطبت الجمعة هنا وخلصت الخطبة بصيت لقيت واحد واقف لي على الباب، تعال الحقنا في جامع بلال هناك اللي بيتبني ده، مفيش خطيب والناس قاعدة لحد دلوقتي مستنية، فرحت خليت واحد يصلي بالناس ورحت معاه على مسجد بلال عشان أخطب للناس بقى ونصلي، يبقى تيمم تاني، فهمت بقى؟ أتيمم تاني لأن أنا استهلكت تيممي في الخطبتين اللي أنا قلتهم هنا، فهمت بقى المسألة؟ كل دي صور علشان تبقى راجل فقيه عارف الصور المختلفة إزاي تتصرف فيها. للضرورة هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ حكم القوي على الضعيف. وزارة الأوقاف قالت له كده. قال لهم حاضر. الظروف أقامته في هذا الفرق المسألة هيعمل إيه؟ قال لهم حاضر.
بيقول ولو خطب بمحل ولم يصلي به ثم انتقل لمحل آخر فليس له أن يخطب بالتيمم الأول على التحقيق كما تقدم. طيب، وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، ما قالش الزوج الحليل علشان تدخل الأمة اللي هي ملك اليمين وتدخل الزوجة، واخد بالك؟ تبقى الحليل إما زوج أو سيد، زوج للإيه؟ للحرة أو سيد إيه؟ للأمة. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا كأن كانت حائضا أو نفساء وانقطع دمها ولم تجد الماء لتغتسل به، أو امتنع عليها استعمال الماء شرعا لمرض ونحوه، فتيممت لتمكين الحليل الذي هو زوجها أو سيدها، سمي بذلك لحله لها، وتسمى هي حليلة أيضا لحلها له، فلها أن تمكنه مرارا كثيرة بتيمم واحد. كويس؟ يبقى هنا له أن تمكنه كثيرا بتيمم واحد، واضح؟ أيوة. وإذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله، يعني تفعل التمكين مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، يعني ليها تتيمم لتمكين الحليل، تتيمم الأول لفرض الصلاة ثم تمكن الحليل. وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم ظاهرة، أنها إذا تيممت لتمكين الحليل يجوز لها أن تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، وليس كذلك لأنه يمتنع عليها إذا تيممت لتمكين الحليل أن تصلي النافلة فضلا عن الفريضة وفضلا عن الجمع بينهما، فإنه من المرتبة الثالثة. هو يقصد إيه هنا؟ يعني لو كانت نيتها في التيمم لتمكين الحليل بس ملهاش تصلي الفرض، لأن دي نية ضعيفة. إحنا قلنا إن النية، نية التيمم ليها ثلاث مراتب، مرتبة يجوز بها فعل كل حاجة، اللي هي لو نوى التيمم لاستباحة فرض الصلاة، له أن يفعل به الفرض وما شاء من النوافل ومس المصحف وحمله وغير ذلك. طيب، لو نوى لمس المصحف، لمس المصحف بس، له أن يمس المصحف وتمكن الحليل منها ولكن لا يصلي الفرض. طيب، لو نوت تمكين الحليل، لا، ليس لها أن تمس المصحف ولا تصلي به الفريضة، لأنها من المرتبة الثالثة. لكن إزاي تجمع بينهما؟ لو نوت التيمم لاستباحة فرض الصلاة فلها أن تصلي فرض الصلاة بهذا ثم تمكن الحليل ولا تعيد التيمم، سهلة. لكن بالعكس، لا، لو تيممت لتمكين الحليل ليست لها أن تصلي الفرض أولا ثم تمكنه. ليه؟ لأن دينية ضعيفة. واضحة؟ طبعا أقوى حاجة يعني يتوقع. لو نوت التيمم لاستباحة الصلاة تستبيح به النافلة دون الفريضة. لو قالت نويت التيمم لاستباحة الصلاة وما قالتش فرض الصلاة، تستبيح به صلاة النافلة دون الفريضة. واضح؟ خلاص. لا خلاص، تعمل بنية استباحة فرض الصلاة فرض واحد وما شاءت من ايه؟ من كل الحاجات التانية التي تفتقر لوضوء معه، ما لم تكن فرض اخر للصلاة، كمس مصحف وكطواف تطوع وكتمكين حليل وكحمل المصحف. لا، في نفس الليل. ايوه. افرض هي ما بتصليش، ما بتصليش كتابية، يعني متجوز واحدة مسيحية، عندنا احنا يعني طبعا بشروط صعبة، علشان ينفع يصلي واحدة مسيحية لازم يبقى متأكد ان اجدادها كانوا نصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متأصلة كفرة كفر مأصل علشان تبقى كتابية. لكن لو هو مش عارف، مش متأكد، يبقى لا يجوز الزواج بها، لأنها قد تكون دخلت في النصرانية بعد ظهور الإسلام فتمسكت بدين منسوخ فليست لها حكم الكتابية، فيبقى الزواج بها باطل. وعشان كده الزواج بالأوروبيات باطل عند الشافعية، زواج باطل.
ولا يجوز الا على مذهب الاحناف بس، ولا يجوز الا على مذهب الاحناف بس، والباقي كله باطل على مذهب الشافعيه. ما ينفعش يروح يتجوز، الكلام الفارغ اللي بيعملوه الشباب ده، يروح اوروبا يتجوز واحده من هناك. لو مشوا على مذهب الشافعيه ما كنتش تلاقي اولاد مسلمين تنصروا. كثير من المسلمين تزوجوا اوروبيات والاولاد اللي انجبوه منهم تنصروا. ونعرف على الاقل ثلاثة اعرفهم ولادهم نصارى تنصروا، ثلاثة. شوف قد ايه، وبيروحوا الكنيسة، منهم واحد اسمه شريف كمان وبيروح الكنيسة ويحضر القداس. شفت قد ايه؟ فنسأل الله السلام. وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، يعني تجمع بين التيمم لفرض الصلاة وبين تمكين الحليل، انما بين تيمم تمكين الحليل وفرض الصلاة ما ينفعش. يبقى هو هنا بيعلق الشيخ البيجوري ان كلام الشارح موهم. موهم، ايوه. ظاهره انها اذا تيممت لتمكين الحليل يجوز لها ان تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، وليس كذلك، لانه يمتنع عليها اذا تيممت لتمكين الحليل ان تصلي النافلة فضلا عن الفريضة وفضلا عن الجمع بينهما، فانه من المرتبة الثالثة. وتقدم انه اذا نوى شيئا من الثالثة امتنت عليه الاولى والثانية. وصور بعضهم كلام الشارح بما اذا تيممت بقصد الصلاة فلها ان تجمع حينئذ بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، فهذه صورة الجمع بين التمكين والصلاة. وأنت خبير بأن هذا بعيد من كلام الشارح، لأن فرضه فيما إذا تيممت لتمكين الحليل، وقد قال بذلك التيمم أي الذي هو لتمكين الحليل، فحمله على هذه الصورة بعيد جدا. يعني هو مش عاجبه كلام الشارح، كويس، لأنه موهم. وأنت خبير إن الحمل ده بعيد، يعني لما تيجي تراجع الكلام تلاقي ان الحمل بالصوره دي بعيد عن كلامه. وقوله مبتدا خبره ساقط من بعض النسخ. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، اي لان النوافل تكثر فيؤدي ايجاب التيمم لكل نافله منها الى الترك او الى الحرج العظيم، فخفف في امرها كما خفف في ترك القيام فيها مع القدره. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فهي باقية على النفلية، لأن الذي التزمه بالنذر إنما هو إتمامها لا نفسها. يعني لو نذر على نفسه إتمام كل صلاة شرع فيها فتصلي النافلة برضو في حقه نافلة، لكن الوجوب هو الإتمام إذا شرع فيه، فتظل برضو نافلة في حقه. تتمة على فاقد الطهورين وهو الماء والتراب. فاقد الطهورين ده صورته ان انسان لا يجد الماء ليتوضا ولا يجد التراب ليتيمم، وياتي عليه الفرائض، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هل لا يصلي؟ ولا يصلي وخلاص؟ على حاله. فيها خلاف في المذاهب كبير. السوره دي فيها خلاف كبير في المذاهب. الشافعية رأيهم إنه يصلي على حاله، يصلي على حاله ويعيد الصلاة تاني عند وجود أحد الطهورين، لما يجد التراب أو يجد الماء يعيدهم تاني. ما هو فاقد الاثنين، معلق بين السماء والأرض، علقوه. أو مثلا ايديه ودراعته ووجهه ورجليه ورأسه محروقين، فلا يستطيع استعمال التراب ولا الماء، فقد الطهورين خلاص. نقول له تيمم مش عارفش، ايده مربوطة ووجهه عليه مراهم قد كده وما ينفعش يطرب وجهه. ما خدت بالك ازاي؟ مع ان يبقى فقد الطهورين حسا او 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 معنى، معنى كالمرض وحسا كانه فقد الاثنين. ضربوا لها المثال انه يبقى معلق بين السماء والارض، او موجود في جبل
أرضه مثلا من الذهب أو من الماس، ده زي القصص الخيالية كده وعاش فيها. ما هو يعني ما أنا عارف بقى، إحنا مش عايزين نجيب السيرة دي، ما إحنا قلنا معلق بين السماء والأرض خلاص. أيوه. لا بيقلعوه مدومهم كمان، ربنا ينجينا يا سيدي. على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب أن يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيده إذا وجد أحدهما، فإذا وجد الماء أعاد من غير تفصيل، وإذا وجد التراب فلا يعيد به إلا في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم، يعني محل يغلب فيه فقدان الماء. واضح؟ لأن احنا قايلين إنه لو تيمم في محل يندر غياب الماء فيه يبقى عليه أن يعيد الصلاة عند وجود الماء، مش كده برضو؟ يبقى احنا قلنا لو كان في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم يبقى وجد التراب يعيد الصلاة بالتيمم. طب وجد التراب في مكان لا يسقط فيه الفرض بالتيمم ما يعيدش الصلاة، إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط فيه الفرض بالتيمم. نعم، إن وجده في الوقت، يعني أنا صليت الظهر على حالي بغير وضوء ولا تيمم لفقدان الاثنين التراب والماء، وبعدين لسه فاضل ساعتين والعصر يد، ووجدت التراب في أي محل، يبقى أنا عندي متسع في الوقت، أعاد به بالتراب يعني ليفعل الصلاة بأحد الطهورين في الوقت، وإن وجبت الإعادة برضو ثانيا بأن كان المحل يغلب فيه الوجود وخرج بالفرض النفل فلا يفعله، يبقى فاقد الطهورين ما يصليش نوافل. كويس، فاقد الطهورين ما يصليش نوافل، يصلي الفرائض فقط، لأن صلاته للضرورة ولا ضرورة في النفل. فاقد الطهورين وأصيب بجنابة، فهمت؟ أصيب بجنابة، في هذه الحالة يصلي على حاله الفرض فقط ولا يقرأ بعد الفاتحة سورة، لأن يحرم على الجنوب قراءة القرآن، هيقرأ الفتحة فقط. أيوة، للضرورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولا يقرأ السورة لعدم ضرورة صحة الصلاة بها لأنه جنوب، خدت بالك؟ لكن فاقد الطهورين وبه حدث أصغر وليس جنابة يصلي صلاة معتادة فاتحة وسورة عادي، لأن له أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سهلة دي. طيب، ونقف بعد ذلك على فصل في بيان النجاسات وإزالتها، وده باب مهم جدا لأن كثير من المسلمين للأسف ما يعرفوش إيه هي النجاسات بالتفصيل. تيجي تقول له إيه النجاسات؟ يقول لك البول والبراز. طب وإيه تاني؟ ما يعرفش. فكر كده، يقعد يعصر في موقعه ما يعرفش. ليه؟ والله أنا مرة عملتها اختبار، كنا في مؤتمر ومعانا أساتذة كبار، أساتذة جراحة في كليات مختلفة، وكنا في الأردن، يعني أساتذة جراحة من جميع أنحاء الدول العربية، وقاعدين في العشاء بالليل، فواحد بيقدمني المجموعة اللي قاعدين معايا بيقول ده الدكتور يسري ده معاه ليسانس شريعة. قولوا لي ازاي يعني جمعت بين كده والجراحة وبتاع، وقعدنا نتطرق، واخد بالك ازاي في الكلام. فالمهم قلت لهم يعني طب انا هسألكم سؤال علشان ابين لكم ضرورة ان الانسان ما يكتفيش بالعلم الطبي، بل عليه ان يعرف العلم الشرعي كمان علشان يعرف الاحكام، خصوصا ان الجراح بيتعرض لنجاسات كثيرة. ايه هي انواع النجاسات؟ لان من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، يبقى لازم تعرف النجاسة، عشان اما الاقي نجاسة ما صليش في حتة فيها نجاسة، وما صليش في ثوب وهو فيه نجاسة. ايه انواع النجاسات اللي تعرفوها؟ وقعدت اسال 10، كل يقول لك البول والبراز ويسكت بس. قلت لهم شفتوا بقى ما تعرفوش باقي النجاسات،
ازاي انتوا بقى مسلمين وما تعرفوش بقية النجاسات؟ يبقى ضروري كل واحد فيكم ما يرجع بلده ياخد ليسانس شريعة. وما رضيتش اقول لهم انواع النجاسات، بس ايه، حمستهم يعني، مجرد ان حمست كل واحد انه يعرف بقى يروح، لان للاسف في ناس يفضل يتعلم جميع العلوم ويفضل يتوضى بنفس الطريقة اللي اتعلمها وهو في الحضانة، يبقى بقى شيخ كبير وعنده 50 سنة وستين سنة بيتوضى زي ما قبلته وعلمته ازاي يتوضى في الحضانة، ما حاولش يتعلم الوضوء بقى بطريقة تانية فيها نضج اكتر ويعرف نواقض الوضوء تاني، وتلاقيه بيصلي زي ما الابلة علمته في الحضانة ازاي يصلي، ان الوضوء لا ينتقد الا بقلة الادب بس والصوت العالي، مش الابلة كانت بتقول له كده؟ وعشان كده شفنا واحد كان يدخل الحمام ويطلع ويصلي عشان عارف ان الوضوء ما ينتقدش الا بقلة الادب بس والصوت العالي، هو طالما بيقلش ادب ولا يقول الفاظ وحشة ويتوضى مرة واحدة في اليوم، والله يعرفه محمد، وراجل بدرجة مدير عام في شركة من الشركات، فلا حول ولا قوة الا بالله، فلازم ايه تتعلم بعمق شوية. فان شاء الله يوم السبت القادم بعد صلاة المغرب هنبتدي نتكلم في فصل في انواع النجاسات وازاي تتطهر منها وازاي، ده موضوع كبير مش هيخلص في قعدة واحدة، هيخلص كده ايه في 4 قعدات ان شاء الله، فلازم تواظب معانا 4 اثبات ان شاء الله. ربنا يثبتك ويثبتنا ويعلمك ويعلمنا جميعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.